أحب أبارك للأخوة المشاركين اليوم في العرس الجماعي الأول الافتراضي، وأتمنى لهم أيضا التوفيق والنجاح في مستقبلهم. قيادة دولة الإمارات ترى المستقبل فيكم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في مستقبل إن شاء الله زاهر. أهنيكم اليوم وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم التي اخترتوها لتأسيس أعظم مؤسسة في المجتمع وهي الأسرة الناجحة. أسأل الله تعالى أن يبارك للجميع زواجهم الميمون، متمنيا لهم حياة سعيدة، ودام الله الأفراح والسعادة والخير على شعب الإمارات العظيم.